كان جوج رضا اللي بعده الشمس بلاد بتشد الأمان عليك يا هذا هو كهف عبد الكريم الخطابي ماشي هذا غير كهف وصافي غير كهف هيا سلحفات شتيها دايره بحال السلحفات هاي شتيها بحال السلحفات هاديك الصخره راهي لهيا
دابا هانتوما من الاحسن اللي جا يجيبها بغير كف الفلوكه. شو الدنيا شحال عامره دابا يجي الصباح باش يقضي الغرض. نادم دابا الوحده ولا 12 ونص كل شيء الله شيء وكل شيء فهمتي ماشي الحال الصباح. هنا فين كيقولوا داك المات ديال الفيق بكري دابا مشري نادم يلاه جايب شويه شويه Thank you.